معايا ام عبد السلام. ام عبد السلام مساء الخير. اهلا بحضرتك يا استاذ، الله يبارك فيك. الله يحفظك يا فندم. هو انا بس انت سمعت المعلومه اللي انا قلتها دلوقتي بتاعت ان ابنك في كليه عملي، صح؟ ابنك في كليه عملي؟ نعم ايوه، في كليه زراعه. ايوه. جميل جدا. بقاله قد ايه ما بيحضرش بقى؟ معتقل يعني؟ هو عبد السلام بقاله سنتين وامتحن، يعني كانوا بيمتحنوا ولحد امبارح امتحن اول ماده في السنه دي. امتحن مواد ايه؟ امتحن مواد ايه؟ امتحن امبارح بس اول ماده. لا معلش يا ام عبد السلام، بس خليك على قد عقلي. انا هو بيمتحن بقاله سنتين ومعدي عادي وبينجح عادي كده وبتاع؟ لا لا، هو مش بينجح عادي، ده احنا بنتعب جدا على ما بنعمل الاوراق ويوافقوا ان هم يخلوه يمتحن. ايوه، بعد ما بيمتحن يعني بقى بينجح جدا. في بينجح وفي بناخد السنه في سنتين زي اخوه قبل كده عمار، وفي يعني الدنيا بتمشي بس بعد عناء شديد. يعني هو اخوه معتقل، ولكن الجديد في الجديد في الموضوع، بس عشان ما اطولش على حضرتك، ان الجديد ان احنا خلاص بنعمل ورق، والورق ده بنتعب فيه جدا على ما نجيب من الجامعه توافق للمصلحه، والمصلحه تبعت ان احنا موافقين انهم يمتحنوا، وموال طويل وعريض، وفي النهايه كانوا بيمتحنوا. النهايه بيمتحنوا، في بقى اللي بينجح، في بيشيلوه مواد، في يعني هي معاناه في كلتا الحالات كلها يعني. لكن الجديد في الموضوع بقى ان القرار دون من رئيس جامعه الازهر ان اي كليه عمليه مش هيسمح للطالب ان هو يمتحن خالص. والنهارده بدا الكلام ده، من النهارده يعني الناس ترحلت من اماكنها للاماكن اللي هتمتحن فيها. ويعني بقى لنا اكتر من شهر بنيجي في الاوراق دي، وخلاص الطلبه ابتدت تمتحن اول يوم ليها امبارح. وفعلا ابني امتحن امبارح. النهارده بقى اللجان كلها العمليه اللي تابعه لاي كليات، من اول الزراعه للعلوم اي كليات عمليه، فعمل منع اي لجنه تذهب لمقر الطالب في اي سجن بدءا من اليوم. تمام حضرتك؟ انا سامعك والله، انا معاكي. طيب الطلبه دي احنا بقول لحضرتك احنا عانينا كتير على ما تمت الموافقه ان هم يترحلوا، وخلاص بدانا في الامتحان. الولد كان هنا في وادي النطرون راح لاسيوط، وكل طالب كان في مكان اخر راح لمكان المفروض المقر المفروض ان هو يمتحن فيه. طيب بعد المعاناه دي كلها انت جاي النهارده بعد ما الاولاد كلهم اترحلوا، وبعد المعاناه اللي شفناها على ما تمت الموافقه على ان هم يمتحنوا، جاي النهارده بعد ما بدا امتحان امبارح فعلا، جاي النهارده تقول لا ما فيش امتحان لكل الكليات العمليه، والطالب يقعد 10 سنين جوه بقى وقت ما يخرج يبقى يجي يمتحن. طب ازاي؟ هو اللي هيقعد 10 سنين ولا سنتين ولا خمسه ولا؟ طب انا النهارده مش زعلانه عشان ابني بس، انا زعلانه على الاف من الطلبه في الكليات العمليه دي. يعني يقضي عمره في السجن، وبعد ما يخرج بقى ان شاء الله يفكر ان هو يمتحن، او يفكر ان هو هيتخرج من الكليه دي او لا. حضرتك طبعا دي ماساه يعني الاف من الطلبه وامهاتهم اللي عانت اشد العناء عشان في النهايه يمتحن وتعدي سنه دراسيه عليه. هو اولا ما فيش شغل، ما فيش يعني يعني كلنا عارفين ان عمليه ان الانسان الولد ياخد كليه او الطالب ياخد كليه عشان هيخرج يلاقي شغل مش مستنيه، دي حاجه بعيده جدا طبعا. ولكن في النهايه هو طالب مجتهد عايز يقضي يعني الحبس زي ما بيقولوا، عايز يقضي عمره اللي يعني اللي بيعدي عليه هدر وظلم من الحكومه للدوله للكليه. يعني بتخبط ما بين ظلمات، مش بس في ظلم السجن وانما ظلم الحكومه وظلم الجامعه. يعني زي ما انت حضرتك شايف يعني ولادنا بيعانوا اشد العناء صراحه يعني. طب معلش يا ام عبد السلام، انتوا ناويين تكرروا نفس الفعل تاني؟ يعني في الترم التاني بقى هتدفعي له تاني وتاخدوا موافقات تاني، ولا خلاص كده يعني؟ لا طبعا احنا مش هنسكت، احنا طبعا يعني اي حاجه هقدر اعملها، انا مش متاخره عن عمايلها، بس
انا عايزه اشوف مين يسمعني، حد يقول لي اعملي ايه وروحي. انا والله لو انا طايله الوقت اهو اروح لاسوط دلوقتي اهو، وحد يقول لي اعملي اي حاجه عشان ابني عنده لجنه بكره تروح له، انا مستعده. يعني مش انا لوحدي، كل الامهات، بس احنا مش عارفين نعمل ايه اصلا. احنا مش عارفين نعمل ايه. كل الامهات ام الابهات فين؟ انت بتقولي كل الامهات ام الابهات فين؟ معلش، ما الابهات كلها جوه برضه حضرتك. انا كمثال يعني، انا زوجي وولادي الثلاثه جوه. جوزك وولادك الثلاثه جوه المعتقل؟ نعم. فيعني يعني انا مثال من الامثله، يعني احنا ما فيش بيت الا لو في اثنين وثلاثه واربعه معتقلين. احنا يعني تقريبا يعني مش عايزين نقول كم في الميه. انا كل الناس اللي اعرفها. ومن زمان يا ام سلام، من زمان جوزك وولادك الثلاثه في المعتقل؟ من سنتين؟ لا لا، مش من سنتين، من اكتر. انا زوجي قضى 3 سنين قبل كده وخرج، ما كملش شهور واتاخد، بقاله سنتين تاني. عمار برضو قضى 3 سنين وبرضو ما فيش اشهر واتاخد وقضى سنتين. عبد السلام كذلك، ابني الكبير الدكتور سيف دي بقاله 4 سنين حاليا. ومعلش يعني مشكله اخرى بقى، طالما انا مع حضرتك على الهوا، يعني مشكلة يعني يئن إليها قلبي، اللي هي مشكلة الدكتور سيف اللي هو ابني الكبير، اللي هو حاليا في سجن ضمصة شديد الحراسة، اللي هو واخد 12 سنة حضوري و10 غيابي. كان وقع وانكسر من حوالي 4 شهور، من 18/8. ده من ضمن المشاكل اللي متعرض ليها ومش لاقيين لها حل. يعني دي مشكلة إنسانية، وقع وانكسر، الكسر مضاعف في دراعه، كسر في مفصل دراعه الأيسر. الكسر ده مضاعف لدرجة إن طبيب السجن والأشعة والمستشفى السجن أقرت إن هو لازم يخرج لمستشفى خارجي عشان يعمل عملية جراحية يعني ضرورية يعني. وحتى الآن من 18/8 لحد النهاردة، يعني أنا ما سبتش مكان إلا ما رحت ليه. من تلغرافات لشكاوى لمحاضر عشان ابني يخرج يعمل عمليه على حساب نفقتنا احنا الخاصه. وحتى اللحظه اللي احنا فيها ابني شبه دراعه وقف، ما بيتحركش خالص. وحتى الان نذهب للمصلحه، المصلحه تقول ما جاش لينا رد امني من السجن ان هو يخرج. اروح للسجن يقول المصلحه هي المسؤوله ما بعتتش لينا ان احنا نخرجه. طب يا جماعه، حقوق الانسان فين انتم؟ ما فيش حقوق الانسان. طب يا جماعه، طب اروح فين طيب لابني ده اللي دراعه عجز؟ ابني 28 سنه بقاله 4 سنين عندكم، بيتحكم محاكمات عسكريه. طب اروح للقضاء العسكري؟ طب انتوا بتحاكموا الراجل ده قضاء عسكري. ادوني افاده او اقرار منكم ان انتم موافقين ان هو يخرج يعمل العمليه. وفعلا قالوا يخرج يعمل العمليه. وحتى الان، حتى اللحظه اللي بكلم فيها حضرتك، ابني دراعه ما بيتحركش. ده خامس شهر، ليه من شهر 8. معلش يا ام سيف، معلش، وانا بس عندي سؤال فضولي يمكن يعني خارج الموضوع شويه. هو انت بتشتغلي حاجه يعني مثلا؟ لا، انا والله بشتغل في حضانه فقط. يعني قصدي اقول بتصرفي على المعتقلات دي وبتصرفي على نفسك، ومعاكي اولاد تاني بره المعتقل ولا كل اولادك جوه المعتقل؟ معايا اولاد صغيرين، معايا 3 صغيرين. وبتصرفي على البيت ده وعلى المعتق وعلى الورق وعلى الحاجات دي وعلى محامين من دخلك في الحضانه؟ والله احنا ليس لنا يعني الا الله سبحانه وتعالى، واحنا وتعبنا ده بس فقط. لان طبعا انا زوجي اي انسان بيعتقل بيقف راتبه مباشره، وحضرتك يعني اضرب ذلك، يعني كل الناس اضرب ذلك. احنا بنجتهد وبنتعب وبنشقى وبنكدح يعني في مقابل ان احنا نصرف على عيالنا وعلى انفسنا، وان احنا ما نحتاجش لحد يعني. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن هو عناء كبير. يعني هو عناء لكل الاسر، مش لي انا لوحدي يعني، هو عناء شديد شديد جدا يعني. والمهم ده كله يعني ان احنا في النهايه يعني لما هشوف ان ابني كويس، او ابني اللي هو الدكتور سيف ده كان بيمتحن في الجامعه الامريكيه، جامعه خاصه كليه الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه، وامتحن فيها 2 سنين ووقفت، وقفوا الجامعة دي. كذلك النهاردة كل الجامعات الخاصة ما بقوش يسمحوا إن أي منطقة يقدم فيها.
طب ماشي، سكتنا عن الجامعات الخاصة، طب الجامعات العامة ليه؟ الجامعات الحكومية ليه؟ اللي هي يعني حق كل إنسان إنه يتعلم، حتى وإن كان سجين، حتى هو بيقول عليه إنه هو سجين، إحنا بنقول إنه هو معتقل وإنه هو مظلوم وإنه هو حقوقه من دافع ومحدش بيدور عليها. طيب النهاردة منهم يعني بيتمنع الطلبة ليه من امتحانات في الكليات الحكومية؟ أنا مش عارفة والله إحنا وصلنا لحد فين، أو هم عايزين من عيالنا إيه؟ أنا نفسي التحدي يقول لنا هم عايزين مني إيه ومن عيالنا إيه بعد اللي وصلونا إيه؟ من هذا الظلم الجائر في كل نواحي الحياة. مسيف أنا يعني والله وياريت بس حضرتك يعني معلش أنا بس مشكلة سيف دي أهم عندي من مشكلة الدراسة كمان. يعني إنسان بحت، سيبنا من هو راجل دكتور، سيبنا إن هو متعلم، سيبنا إن هو كذا وكذا وكذا، كلهم على هذا الخلق الرفيع وكلهم يعني على هذا المستوى من العلم. ويعني صراحة ما أقدرش أفرق بين أي أحد منهم، سواء طالب أو رجل أو شيخ أو كلهم على يعني خلق وعلى ثقافة وعلى علم، ولكن ده هنقول إن إنسان أيا كان هذا الإنسان يحرم من حقه في العلاج. ونيجي نتكلم إن السجون فيها مش عارف إيه وإيه وإيه، والله العظيم دي السجون لا يعني ما ينفعش فيها يتربى فيها حيوانات، مش يتحط فيها بني آدمين بهذه الأوصاف. على كل حال أنا بس يعني حال السجون حالك أنت يا مسيف يوجع القلب والله فعلا، وأنا حبيت أوصل صوت حضرتك زي ما أنت نقلتيه بالظبط بدون تدخل، وأنا بعتذر على تقصيرنا، ونسأل الله أنه ربنا يعني رسالتك توصل لحد، مش عايزين تعاطف إنما عايزين ناس تساعد سيف اللي هي بتعتبره أم سيف إن قضيته أهم من قضية ابنها الثاني عبد السلام في الجامعة. فحد بس يا جماعة يعني النائب العام المصري يعني يتقي الله وبس يؤمر بأنه يبص في حالة سيف ده، يعني مفيش مشاكل، يعني إذا النائب العام الست بتشتكيك لربنا هي يعني، فأنت هتواجه ربنا يوم الدين، ما حدش قالك طلعوا براءة، إنما ادرس حالته وشوف إذا كان يستحق طلعوه أو قعدوه في مستشفى، لأن ده شاب صغير. أم سيف أنا بشكرك جدا وقلبي معاكي، ولا أملك إلا أني أدعي ربنا أن يفك عنك أزمتك ومحنتك الكبيرة دي في جوزك وفي أولادك الثلاثة.